تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي المشير الركن خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. رفع فيها خالص التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته المملكة في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2021 بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على كافة الأنشطة العالمية، معربا عن فخره واعتزازه بالجهد الكبير الذي أولاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتنظيم الراقي لإقامة سباق هذا العام، داعيا الله عز وجل دوام التوفيق والسداد لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في كل ما يبذله من جهد طيب ومبارك لتعزيز مكانة المملكة على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.